هل يجوز للفتاة المحجبة أن تستعمل مساحيق التجميل في وجهها؟ هل يجوز لها هذا؟ نرجو إفادة. المرأة المحجبة هي التي تحتجب عن الرجال المحارم فيما يجب عليها الاحتجاب فيه، وذلك بتغطية الوجه وغيره من البدن مما يدعو النظر إليه إلى الفتنة. هذا هو الحجاب الشرعي الذي دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والنظر الصحيح، كما قد بينت أدلته في كثير من الرسائل التي كتبها أهل العلم. وإن كان مفهوم الحجاب عند كثير من الناس أنه تغطية جميع البدن ما عدا الوجه والكفين، ولكن القول الراجح أن أولى وأول ما يجب حجبه عن الأنظار هو الوجه، لأن الوجه محل الزينة والرغبة ومحط أنظار الرجال. وقد دل على وجوب حجبه وستره كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والنظر الصحيح، وكتب في ذلك رسائل متعددة كثيرة في بيان ذلك. ولا أحد يشك بأن المرأة يرغب فيها إذا كان وجهها جميلا، ويرغب عنها إذا كان وجهها غير جميل، وأن الخاطب أول ما يهتم به من حيث طلب الجمال بجمال وجهها. ولا أظن خاطبا يرسل أحدا ينظر إذا إلى مخطوبته إذا لم يتمكن هو من النظر إليها، لا أظنه يسأله عن شيء قبل أن يسأله عن وجهها. لا أظنه يسأل كيف قدمها أو كيف شعرها أو ما أشبه ذلك، ويكون له من الاهتمام بهذا كما يكون له من الاهتمام بالوجه، وهذا أمر معلوم. وعلى هذا فنقول إن المرأة لا يجوز لها أن تبدي وجهها لغير محارمها وزوجها، سواء كانت متجملة بالمساحيق وغيرها أم غير متجملة. أما إبداء الوجه للمحارم والزوج فإنه لا بأس به، ولكن ينبغي أن لا تضع فيه ما يوجب الفتنة وتعلق القلب بها إلا إذا كان ذلك في كشفها لزوجها، فإن المرأة مأمورة بأن تتزين للزوج وأن تفعل من الأساليب التي تجلب الود من زوجها إليها ما يكون سببا في ميله إليها ورغبته فيها، لأن من أقوى أسباب السعادة بين الزوجين أن يجعل الله في قلوبهما المحبة والمودة، بل إن هذا من أهم ما يكون بين الزوجين، كما قال الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فوضع المرأة المساحيق وما يجمل الوجه بالنسبة لزوجها أمر مطلوب مرغوب فيه، وأما بالنسبة لغيره ممن يجوز لهم النظر إلى وجهها فإن كان يخشى من الفتنة فلا تضع شيئا على وجهها، وإن كان لا يخشى فالأمر في هذا واسع. وليعلم أنه إذا كان من المساحيق ما يمنع وصول الماء إلى بشرة الوجه فإنه يجب إزالته عند الوضوء، لأن الله تعالى قال: فاغسلوا وجوهكم. وإذا كان ثم حائل يمنع وصول الماء لم يكن الإنسان غافل لوجهه، ولهذا قال أهل العلم إن من شرط صحة الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. تقول: هل يجوز للمرأة المسلمة أن تضع المساحيق مساحيق التجميل على وجهها؟ إذا كان ذلك لا يضر الوجه ولو بعد حين، وكانت محتاجة للتجمل كامرأة مع زوجها فلا بأس. أما إذا كانت شابة ليس لها زوج فالأحسن أن لا تفعل هذا، لأنه يخشى عليها من الفتنة. ولهذا قال بعض أهل العلم إنه لا ينبغي للمرأة إذا لم تتزوج أن تستعمل الحنة التي تحني به يديها أو رأسها أو قدميها، قالوا لأنها ليست بحاجة إلى هذا التزيين إذا أنها لم تتزوج. لكن الصحيح أنه جائز، إلا من الأولى تركه إلا لامرأة تحتاج إلى التجمل لزوجها فهذا حسن، وبشرط أن لا يكون هناك ضرر على جلد الوجه على بشرة الوجه. أحسن الله إليكم.